يشيع اليوم في بلدة الكحالة قرب بيروت جثمان القتيل الذي سقط في حادثة الشاحنة أول أمس. كان الجيش اللبناني قد أعلن أنه نقل حمولة الشاحنة التي قال أنها تحمل ذخيرة ويملكها حزب الله، نقل ذخيرتها إلى أحد مراكزه العسكرية، مشيرا إلى بدء تحقيقات بشأن مقتل شخصين في الاشتباكات التي دارت بين أبناء هذه القرية وعناصر من حزب الله كانوا يحاولون تأمين الشاحنة. من بيروت تنضم إلينا مجددا دارين الحلوة، هذه المرة نتحدث عن هذا التأبين أيضا، يعني لما حصل. حزب الله على ما يبدو يقوم ب يعني تأبين كبير لعنصره الذي قتل في هذه الاشتباكات. كيف هو الوضع بعد انتهاء الاشتباكات وتدخل الجيش اللبناني؟ يمر لبنان بساعات عصيبة أمنيا إذا جاز التعبير، خصوصا وأن شظايا هذا الحادث لم تنتهي تداعياتها أقله حتى هذه اللحظة، بالرغم من الاستنفار الكبير سياسيا وشعبيا وأمنيا. طبعا شعبيا حاول حزب الله أمس أن يعني يخرج بصورة ومشهدية لافتة لتشييع عنصره بأن جعل هذا التشييع شعبيا، تخلله إطلاق كثيف للنيران، تخلله إطلاق شعارات تؤكد بأن السلاح سيحمي السلاح. طبعا هذا الأمر أيضا سوف نشاهده اليوم بعد قليل، بعد أن وصل جثمان فادي بجاني الذي قتل من أبناء البلدة خلال هذه الاشتباكات، أيضا سوف يشيع في تشييع شعبي واحتضان سياسي كبير. أبرز عناصر هذا الاحتضان السياسي الأحزاب السيادية المسيحية، الكتائب والقوات اللبنانية، بالإضافة أيضا إلى تواجد لافت للتيار الوطني الحر الذي يقول إن حزب الله قد أخطأ في هذه الحادثة. لكن اللافت أن ما بدأنا نسمعه في خطابات المسؤولين تعقيبا على هذه الحادثة تشير إلى أن البلاد قد تكون دخلت في منعطف أمني وسياسي قد يكون مختلف عن سابقاته. الكتائب اللبنانية تقول إنها ما عادت قادرة على التعايش مع سلاح حزب الله، وإن المعركة مع حزب الله باتت وجودية ولن تكون تقليدية. هذه التصريحات نسمعها طيلة الساعات 48 أو 24 ساعة الماضية. أيضا حزب الله يتحدث عن تحريض فتنوي وبأنه سيتصدى له وبأنه سيحمي سلاحه. طبعا هذه التصريحات يخشى أن تترك تداعيات في الشارع. الشارع أصلا ملتهب، الشارع أصلا منقسم بشكل عمودي، مؤسسات الدولة غائبة مستقيلة، بالرغم من التواجد الكثيف الذي أعتقد يمكن أن نشاهده وهو واضح للعيان للأجهزة الأمنية على اختلاف أنواعها، إلا أن ضبط الشارع هو مهمة قد يصعب على أي كان القيام بها أو تنفيذها أو تطبيقها في هذه اللحظات الحساسة جدا. شكرا جزيلا لمراسلتنا من بيروت دارين الحلوة.